لن ينفعه طبه، لن ينفعه طبه إذا كان تاركا للصلاة، ولن تنفعه هندسته والله أبدا. قد قال الله في شأن قوم: وربي أصدق القائلين، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. والله يا إخوان لو يجلس على مواقف السيارات يمسح نعال الناس ويتقدى أجرا أفضل من أن يكون أستاذ جامعة في كلية الطب ولا يصلي، والله أفضل له من ذلك. والله لو ألقي في الفرن العالي الذي يصهر الحديد ومات فيه أولى من أن يموت وأيسر من أن يموت تاركا للصلاة، إن هذا لحظة وسيموت وينتهي، الآخر عذاب أمد والله يعلمه. فانتبهوا يا ناس، انتبهوا، ترك الصلاة جريمة، ترك الصلاة جريمة والله، كما أقسمت لكم غير حنيث في التقعيد الكلي. لو ألقي شخص في الفرن العالي الذي درجة حرارته 7000 درجة أيسر عليه من أن يموت تاركا للصلاة، إن هذا حياة الدنيا انتهت وخذ، لكن هذا لا يموت فيها ولا يحيا إذا كان جاحدا للصلاة، وإذا كان تاركا للصلاة حتى يخرج وقتها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول، بل ربنا يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون، يترك الصلاة حتى يخرج وقتها. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ويل واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار. عياذا بالله، الناس تتهاون في الصلاة كما قال تعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. فانتبهوا يا ناس، أنتم في غفلة. الولد فرحان ومبسوط، أمه مبسوطة، وأبوه مبسوط، بدنه في كلية الطب. يجي في جهنم يطب والعياذ بالله في جهنم طبا. إذا كان تاركا للصلاة والعياذ بالله. عياذا بالله، إجرام. السلام عليكم.